لو كنت نقيب الصحفيين، مين الصحفي اللي تشطبه من النقابة؟ كل صحفي تثبت لدي يعني أدلة أو قرائن على أنه يعمل مع أي جهاز أمني سوف أشطبه تلقائيا من جدول نقاب صحفيين، وهؤلاء عددهم كثير جدا فوق كتير. أن يحصر أو أن يذكر كتير. عاوز أقول لك ملاحظة بمناسبة صحافة الأمن، من زمان يعني من سنوات، ما ربما في سنوات مبارك، كان حين يقال لصحفي أنه صحفي أمن كان بيعتبر دي شتيمة ويدافع عن نفسه أو يتهرب من هذا الوصف أو يقدم عكسه أحيانا يتطوع بشتيمة حتى الأمن. لكن الآن أصبحت العمالة للأمن في أوساط الصحفيين موضع تفاخر. الصحفيين اللي بيتعاملوا مع الإعلانات إيه طيب؟ طبعا أي صحفي بيتعامل مع الإعلانات ليس صحفيا، ده مندوب إعلانات. طبعا هؤلاء موجودون ايضا بعضهم في جدول نقابه الصحفيين وسكرتيرات ومديرات وفراشات الى اخر كل هذا العبل الذي اجرته الفترات التي ولي فيها نقابه الصحفيين نقيب من طرف الحكومه. كل ده وسط الصحفيين وانتوا ساكتين؟ طب ليه؟ لا مش ساكتين. طب ايه بتعملوا ايه؟ هناك الصحفي الصحفي والصحفي العيره، زي ما في المهندس الحقيقي والمهندس العيره، المذيع العيره، المذيعه العيره، في كل مجال هذا الكلام. هنا لا يمكن اصدار حكم واحد في اوضاع بلد متهدم. احنا ورثنا، وهذه جريره مبارك الكبرى، ورثنا بلدا عباره عن جثه مرميه في الطريق العام. الفكره الاساسيه انت عشان تتكلمي عن تطهير انت تحتاج الى نفس جديد في البلد كلها وليس تطهيرا بالقطعه.